مظهر، اهلا بيك. اهلا استاذ الرحمن وضيفك الكريم. ما اخبار الميدان عندك يا صديقي العزيز؟ الحقيقه انا كنت اعلنت منذ قليل ان المهندس حمد الفخراني كان قال لي معلومه ان هم تواصلوا الى اتفاق مع قيادات من الداخليه ومع المستشار زكريا عبد العزيز ان المقاولين العرب تبني جدار خرساني في شارع محمد محمود. منذ دقائق اتصل بي المهندس حمد الفخراني واخبرني ان على لسانه وعلى عهدته ان شركه المقاولين العرب ممثله في المهندس ابراهيم محلب رفضت ان تبني هذا الجدار وان تكون طرفا في هذه المشكله. احنا الحقيقه عايزين نشكر شركه المقاولين العرب يا شيخ مظهر على هذا التصرف العاقل والحكيم، يعني اللي بنت جدار قبل كده على كوبري الجامعه، مش كده؟ ده كفايه الجدار الاولاني اتعلمه، يعني واضح ان في ناس بتتعلم نفسك. ولا ايه رايك يا شيخ؟ نعم طبعا، هو الحقيقه هم تخوفوا ان يصبحوا طرفا في هذا الصراع وان يكون او ان يبيت هناك ثأر بين الثوار وبين شركه المقاولين، وهذا يمكن تصرف حكيم حتى تصبح شركه المقاولين العرب بكل ما فيها من او ما كل ما عليها من مسؤوليه واعباء ومن فيها من موظفين وعمال خارج هذا الصراع. على كل حال، المهندس حمد الفخراني اخبرني على لسانه وعلى عهدته ان اللواء حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه تعهد بان الاداره الهندسيه في القوات المسلحه او سلاح المهندسين تقريبا هو من سيقوم بوضع هذا الجدار، وهو جدار صناعي. اخبرني على لسانه ان هم هياتوا غدا صباحا بمكونات هذا الجدار الخرساني. اخبار المستشفى الميداني ايه يا شيخ مظهر؟ المستشفيات ممتلئة عن آخرها، لكن لدرجة إن عفوا الثوار اضطروا إلى عمل عيادة هنا في الصينية في وسط الميدان حتى يتم إسعاف المصابين. منذ قليل تم توزيع منشور هنا في مدينة التحرير، وصلنا نسخة منه موقع عليه من حركة كفاية وحملة حزب الكرامة والحزب الاشتراكي وحركة العدالة والحرية وحركة شعب وحركة الثوريين الأحرار وحركة الحرية والحزب الشعبي. وزعوا المنشور ده وحددوا مطالبهم في الآتي: 1- تشكيل مجلس رئاسي مدني، 2- حكومة إنقاذ وطني، 3- لجنة تحقيق قضائية مستقلة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز للتحقيق في جريمة قتل المصريين بمدينة التحرير ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة، 4- وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا وإعادة محاكمة كل المحاكمين عسكريين أمام القضاء المدني، 5- منع فلول النظام السابق من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 6- تطهير مؤسسات الإعلام الرسمي وإلغاء وزارة الإعلام، 7- تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، 8- محاكمة مبارك ورموز النظام وبتهمة الخيانة العظمى، 9- وأخيرا اعتذار رسمي فوري من المجلس العسكري عن قتل الشهداء والعودة إلى الثكنات والقيام بدوره في حماية أمن البلاد. مصر للشعب والثورة مستمرة، مبادرة الإنقاذ الوطني. ديت كانت مطالب أو المطالب الممثلة أو المتضمنة في هذا البيان. أيضا جاءني خبر منذ قليل أن مجموعة من الحركات الثورية والشبابية اجتمعت في مكان قريب من مدينة التحرير واتفقت على، يعني أرادت أن تجمع بين من رأي من يقول تشكيل حكومة إنقاذ وطني ومن يطالب بمجلس رئاسي وطني. جمعت بين الأمرين بالآتي: اقترحوا فقط، مجرد اقتراح، فكرة تشكيل مجلس رئاسي وطني لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. يعني هيختاروا تقريبا 4 شخصيات يتفق عليهم من ميدان التحرير هنا أو تلقى توافقا مجتمعيا من ميدان التحرير. هؤلاء الأشخاص مهمتهم فقط تشكيل حكومة إنقاذ وطني. الفكرة ستطرح غدا في مؤتمر صحفي في ساقية الصاوي الساعة 12 ظهرا، هيحضرها ممثلو عن القوى الشبابية والثورية. حتى هم أكدوا علي، قالوا بلاش نقول إن هيحضر الممثلين الأحزاب أو القوى السياسية، لا، المؤتمر هيحضره فقط ممثلو القوى الشبابية والثورية لطرح الفكرة. فإذا ما وافقوا على الفكرة هيجوا هنا مدينة التحرير يحاولوا يتوصلوا إلى 4 أسماء أو 3 أسماء على الأكثر أو 4 على الأكثر، لتكون مهمتهم فقط تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحت مسمى الأربع أشخاص دول، تحت مسمى مجلس رئاسي وطني لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. هذه آخر أخبار مدينة التحرير أستاذ عبد الرحمن، وإحنا يعني بنحاول نغطي الأحداث لحظة بلحظة مع قناة سي بي سي ومع مشاهدينا الكرام. شكرا ليك يا أستاذ شيخنا.
طمني عن المستشفى طيب يا شيخ مظهر. المستشفى الميداني الحقيقة الأطباء موجودين، ويمكن أنا معايا طبيب هنا في معايا في الاستوديو في قناة سي بي سي، الدكتور وسام، الدكتور حسام. اتفضل دكتور حسام، أهلا وسهلا دكتور حسام، برحب بيك. يا أهلا بيك، الله يخليك، ميرسي. المشاهدين الكرام في قناة سي بي سي وجمهور مصر عاوز يطمن على أحوال المستشفى الميداني هنا وأحوال المصابين. احنا بنطلب حاجة بس من الداخلية ومن الجيش، يوقفوا ضربنا بالغاز، يا ريت بس يوقفوا ضرب المستشفى الميداني اللي جنب محمد محمود، يوقفوا ضربنا بالغاز. احنا مش عارفين يعني، احنا مش نازلين، احنا مش لا عايزين شهرة ولا عايزين حاجة، ولا لينا في السياسة ولا لينا في أي حاجة خالص. احنا نازلين بنأدي الواجب اللي علينا، مطلوب يوقفوا ضرب الغاز عن المستشفى. احنا نفسنا، الدكتور مهمته انه بيعالج مريض، انا مش عارف اعالج المريض، انا اللي واقع جنبه، طب مين اللي هيعالجه؟ طب هنسيبهم يموتوا؟ ما هو مش ده موجوده في مكانها فين تحديدا؟ لا، اللي جنبينا هنا على اول محمد محمود مع الجامعة الامريكية. طب هل ممكن نقلها لمكان قريب وبعيد؟ ما ينفعش عن مكان ضرب القنابل. ده احنا في قلب الجامع، المستشفى في قلب الجامع، الجامع بيتضرب، الجامع لما يتضرب 6 مرات من في خلال 3 أيام أو 4 أيام بيتضرب بالغاز، مش ممكن. طب المصابين هيتعمل فيهم ايه؟ لما المصاب بيموت هو جاي اساسا عنده اختناق، والدكتور يجي له اختناق، طب مين اللي هيسعف ده ولا مين اللي هيسعف ده؟ الشرطة منذ قليل أعلنت أنها لم تستخدم غير القنابل المسيلة للدموع، ما رأيك؟ في 4 حالات ميتين النهاردة في المستشفى ومتصورين مضروبين برصاص حي، وتصويرهم موجود وهنوافيكوا بيه. هل تتوقع أن يكون هناك طرف ثالث موجود في الميدان؟ بالتأكيد. بالتأكيد، بالتأكيد. يعني غير الشرطة، يعني الشرطة هل بعيدة ولا برضو؟ لا، مع الشرطة، بالتأكيد. في طرف ثالث مع الشرطة. بيخبط ده في ده، يخبط ده في ده. في طرف ثالث، في حد. ما هو مش ممكن الناس دي كلها بتموت. الشرطة بتضرب، بتضرب بعنف وبتضرب، يعني مش ممكن. احنا طلباتنا بسيطة، احنا كأطباء شغالين في ميداني مفروض بيبقى لينا حماية. امبارح الدكاترة طالعين عشان يقفوا فاصل بين الشرطة وبين الشباب، اتضرب الدكاترة وهم لابسين البلاطي البيضاء ورافعين علم ابيض، مش ممكن. انتوا متطوعين يا دكتور ولا مكلفين من وزارة الصحة؟ احنا كلنا متطوعين، مفيش حد مكلف، واي دكتور بيبقى موجود في الميدان ده واجب عليه انه ينزل يشتغل. قناة سي بي سي منذ قليل أعلنت أنها على استعداد كامل للإمداد العيادات الطبية الموجودة بكافة أنواع الأدوية والاحتياجات الإسعافات الأولية، هل أنتم في حاجة إلى إمدادكم بأدوية أو إسعافات أولية حتى تقوم سي بي سي بهذا الدور؟ والله إحنا عندنا الإمدادات بالأدوية، وفعلا إحنا عندنا كميات كافية جدا من الأدوية وكميات كافية جدا من المواد الغذائية، ومش محتاجين إمدادات غذائية، إحنا محتاجين نوقف ضرب الغاز على المستشفيات بس. احنا طلبنا الوحيد اوقفوا ضرب الغاز على المستشفيات، عايزين حتى نشوف شغلنا من غير ما احنا ننضر. احنا مش نازلين مش طالبين حاجه. منذ قليل جاءنا خبر، انا لا اعلم يعني، انا زعته مره على انه غير مؤكد ومره على انه مؤكد، ان في طفل توفي في مسجد عباد الرحمن هنا بالقرب من المكان بتاعكم. انا ما اعرفوش، ممكن دكتور احمد زميلنا هو اللي يبقى عنده درايه بيه اكتر. دكتور احمد موجود مع سيادتك هنا. طيب لو تسمح لي يعني استكمل معاه الحوار، يعني عاوزين نتاكد من الاخبار. شكرا شكرا دكتور حسام، شكرا يا عبد الرحمن، عاوزين نتاكد من الاخبار علشان خاطر يعني حتى لما نقول كلمه يبقى احنا امناء امام الله عز وجل وامام هذا الشعب العظيم، وأمناء على هذه الثورة. نحن ليس لنا مصلحة إلا مصلحة مصر ومصلحة الثورة المصرية وحقن دماء المصريين من أي صف ومن أي نوع. دكتور أحمد، اتفضل دكتور أحمد، أنا برحب بحضرتك. دكتور أحمد يا فندم. دكتور أحمد سعد يا فندم، أخصائي جراحة. دكتور أحمد، جاءني خبر إن فيه طفل 12 سنة عمره 12 سنة توفي في عيادة هنا بالقرب من مسجد أو في داخل مسجد عباد الرحمن، ما صحة أو مدى صحة هذا الخبر؟ الكلام ده حقيقي، من 3 أيام يوم الأحد كان طفل عنده 12 سنة واخد إصابة طلقة حي في الرقبة، وأنا كنت أتمنى إن أنا أكون مصور الكلام ده عشان يعني يكون موثق. أرجو تسامحوني عشان صوتي فعلا من الغاز ضايع شوية. أنا اللي عايز أقوله حاجة واحدة بس. معلش دكتور أحمد، حضرتك مكلف من وزارة الصحة ولا متطوع؟ لا خالص، مفيش أي طبيب موجود في الميدان هنا مكلف. أنا عايز أقول شوية حقائق صغيرة من اللي بيحصل معانا. أولا، إحنا أكتر من 9 مستشفيات حول الميدان وشارع محمد محمود وجامع عمر مكرم وفي الكنيسة. احنا كل اللي عايزين نقوله ان الوضع اصبح فوق المحتمل بالنسبة للدكاترة، بالنسبة للعيانين، بالنسبة للجميع. احنا من يوم الجمعة لغاية النهاردة يا فندم، مستشفى اللي موجودة داخل مسجد عباد الرحمن اللي ورانا اتضربت بالغاز 6 مرات، منهم مرة بالشرطة العسكرية.
منهم مرض بالشرطة العسكرية. هل هناك تعمد لضرب هذه المستشفى أم أن القنابل بتسقط يعني بتسقط مثلا بدون تعمد من اللي بيرميها، هو بيحدف على المتظاهرين القنابل فتسقط عندكم؟ وجهة نظرك. من وجهة نظري أن الضربة اللي حصلت يوم الأحد من الشرطة العسكرية على المستشفى اللي في مسجد عباد الرحمن تمت من باب أمامي وباب خلفي، استخدام ثلاث قنابل للغاز، ومات فيها أربع عيانين قدامنا، لأن على ما فتحنا عينينا من الغاز لقيناهم ماتوا يا فندم. وأنا لا أعتقد أبدا أن ناس في مسجد أو في مستشفى ممكن يتضربوا بالغاز. يا فندم أنا بطلب من سيادة المشير بعد إذنك وقف الغاز. يا فندم أنا بطلب من سيادة المشير بعد إذنك، الحالات اللي جات لنا النهاردة بالذات دون إصابات اختناق بالغاز، إحنا كأطباء أقسم بالله مش عارفين نتعامل معاها، بتجيلنا أعراض غريبة، يعني لو غاز أعصاب مش هيعمل كده. دكتور احمد، وانا بوصل رسالتك الان، انت على الهواء في قناه سي بي سي مع عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، يعني انت سمعت الرساله واعتقد ان نعم عزيزي شيخ مظهر، احنا عايزين نسال مساله متوسط اعمار الحالات اللي بتيجي، وهل هم فعلا دايما 13 سنه و15 سنه والكلام اللي بنسمعه؟ طيب متوسط اعمار الحالات المصابه اللي بتجي لك او الحالات اللي توفيت، هل هي حالات شابه تحت ال 15 ولا حالات اكبر من هذا السن؟ الحالات الشابه اللي اكبر من 15 هم الحالات اللي اكبر من 15 هم فعلا اللي بيموتوا، يعني نادرا لما بيجي لنا طفل تعبان او طفل مصاب بخرطوش. ولكن اللي عايز اقوله ان النهارده الساعه 11 وربع بالتحديد، وعلى تحت ايدي انا كنت انا الوحيد اللي جراحه في المستشفى ده، تمام، اربعه توفوا طلق ناري حي ومصورين يا فندم بكاميرا فيديو، وانا مستعد اقدمهم. واحد مات بطلق ناري حي في راسه، واحد مات بطلق ناري حي في رقبته، واحد مات بطلق ناري في صدره، وواحد مات بطلقه خرطوش في اعلى الساق. عمرهم كام دول يا دكتور؟ اكبر واحد فيهم لا يزيد عمره عن 23 سنه. يعني اذا عبد الرحمن هي حالات شبابيه كما يعني يذكر، او لكنهم ليسوا اطفال من 13 و15 سنه كما يشاع على بعض القنوات الاخرى، ولا ايه؟ هل 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 هم اطفال من 13 ل 15؟ هل في حالات اقل من 13 او اقل من 15؟ الحالات اللي موجوده اقل من 13 دول كلها حالات اسفيكسيا الخنق، اللي هم جاي باختناق بسبب الغاز، ودول بيجوا بحالات تشنجات عصبيه بتوصلنا لمرحلة ان العيان حتى مش قادرين نفتح بقه عشان شيخ مظهر عددهم قد ايه؟ نسبة الحالات مش قادرين بشتى وسائل الطبية اللي نعرفها. نسبة شيخ مظهر نسبة الحالات وعددهم نسبة الحالات اللي بالسن دوت، يعني ثانية يا دكتور معاك عبد الرحمن اسأل اتفضل. نسبة الحالات لو تسأل ضيفك الكريم، نسبة الحالات اللي سنها صغير في سن المراهقة ديت قد ايه؟ نسبة الحالات اللي سنها صغير وبتجيلك مختنقة أو متشنجة قد إيه؟ كم واحد؟ أو كم في المية؟ والله ده بيتراوح يا فندم، غالبا الصبح بيبقى فيه شباب كتير، بيبقى فيه ناس أكتر من بالليل، بيبقى فيه الأعمار اللي هي تحت سن ال 18 سنة موجودين مثلا حوالي 15-20% من الحالات اللي بتجيلنا، اللي هي تقريبا يوميا ما بتقلش عن 700-800 حالة اختناق. يعني 700-800 حالة اختناق أقل من 18 سنة؟ لا 700 حالة اختناق يوميا، منهم 20%، يعني نقول مثلا 150 حالة اختناق اقل من 18 سنة تقريبا كده يا فندم. ولكن انا بتكلم على المستشفى اللي داخل مسجد عباد الرحمن فقط، احنا 9 مستشفيات في الميدان. 9 ولا 6؟ 9 في الميدان، احنا 9 دلوقتي. اللي عايز اقوله ان يعني الغاز النهارده بزيادة، الحالات اللي بتيجي حالات تشنجات عصبية غريبة بنحاول معاه حتى بقى. يعني هل تريد ان انت تشكك، او هل تريد ترسل اسف برساله ان الاسلحه المستخدمه اليوم مختلفه عن ذي قبل، وان هناك شك في ان تكون هذه الاسلحه ذات صفات خاصه تؤدي الى هذه الحالات من التشنج، او تؤثر تاثير غير طبيعي؟ تمام، انا اكاد اقسم بده، ولكن انا لسه ما عنديش ورق موثق بده، ما عنديش تحليل لقنابل الغاز اللي قدامي. انت شاهد على ما رايت. عبد الرحمن، تريد استفسار اخر للمشاهدين الكرام؟ شكرا ليك ولضيفك الكريم شيخ مصر. طب الدكتور الكريم، الدكتور الكريم عاوز بس عايز تختم بحاجه معايا، اتفضل بنصف دقيقه. في اقل من نص دي انا عايز اقول بس يعني كلمتين. كلمه لسياده المشير، انت قلت هنوقف الضرب، الضرب شغال بالخرطوش لغايه دلوقتي. اللي اعرفه يا فندم ان شرف الجنديه ان الجندي بيموت عشان سلامه البلاد وسلامه المواطنين. اللي بيحصل دلوقتي ان المواطن هو اللي بيموت عشان سلامه الجندي ومنصب الجندي. الرساله وصلت عبد الرحمن. هل هناك استفسار اخر من ضيفنا الكريم الدكتور احمد؟ شكرا ليك، شكرا ليك يا مصر. شكرا شكرا عبد الرحمن، شكرا جزيلا. يعني هل في طرف ثالث هو اللي دخل ضرب المستشفى؟